قبل أن أبدأ أريد أن أشهد شهادتين، شهادتين لله وللتاريخ، والله العظيم، والله العظيم. ما أنقل هاتين الشهادتين، إلا لله وإلا للحق، ولا أخاف إلا من الله. الشهادة الأولى، آل بالوش. من يعرف الأستاذ سهيل بالوش يعرف من هو الأستاذ سهيل بالوش. أبو عمار وأم عمار وعائلة كريمة جدا. أبو عمار كان الرجل الذي يفصل في مشاكل وجهاء اللاذقين. أستاذ سهيل بالوش أنا أعرفه عن قرب، درسني وعلمني واستفدت منه كثيرا، رجل عنده من الحكمة ما عنده. رجل جعله الله جل وعلا في فترة من الفترات، وأسأل الله جل وعلا أن يكون الآن رجل صاحب موقف ورجل حكيم ورجل لا يخاف إلا لومثال. الشهادة الثانية أيها الأخوة، شهادتي بآل أندرون، وعلى تحديد آل أندرون. آل أندرون أيها الأخوة أعرفهم منذ زمن بعيد، وإن لم تجمعني معهم بالقرابة ولكن جمعني أكثر من القرابة من قبل الثورة بكثير. يعني كنت سأصادر من قريتكم ولكن ما أتم الله جل وعلا. آل أندرون مش إكرام. آل أندرون أيها الأخوة، ما فعلوه لهذه الثورة ليس بحاجة لأمثالي أن يتكلم بها، وليس بحاجة لأمثالي أن يبدأ في آل أندرون. ما في داعي أن يقول تتكلم عن آل أندرون وعن ثاني شهيد وعنه. وأيام المارونيات وسلمى تشهد لبطولة آل أندرون. فهذه كلمتين أحببت أن أذكرهما لله وللتاريخ. ولكن في الوقت نفسه أيها الأخوة، عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمى، قصة ابن سيدنا نوح، قصة أخرى، يا نوح إنه ليس من أهلك، قصة أخرى. سيدنا عمر بن الخطاب أيها الأخوة، كلكم يعلم قصة السباق الذي حدث بين ابن عمرو بن العاص في مصر وأحد الأطباق مسيحي قبطي، وعندما ضربه ضربه كف وقال له الأكرمين، قصة مشهورة. متى استعبدتم الناس قبل ولدتهم مال وحرام؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نضعه شعار يمشي عليه كل واحد منا إذا أردنا أن ننتصر. إنه هلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تردوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني مثل ما يقول العربية في مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذا شريف. طب ما هو سرق؟ حكم الله الذي نزل في السرقة يطبق على الجميع. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يدها. يعني ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم المنفذ العملية بالقطع، محمد صلى الله عليه وسلم بيديه كان يقطع يدي فاطمة لو أنها سرقت. إن لم يمشي أيها الإخوة، ما الذي جعلنا نثور على نظام الأسد؟ كان في مسؤوليات، قلة الصراعات، اللي عنده جاه، اللي عنده سلطان، اللي عنده مال، هذا شريف. والفقير الدرويش المسكين اللي ليس له ظهر إلا الله تعالى، الذي ليس له معين إلا الله تعالى، هذا نقيم عليه الحد. هذا الحديث اللي لم نطبقه اليوم والله فلا خير فينا أيها الإخوة. وصلتك معلومات إنه رياض الأحمد وصل مبلغ مالي كبير بعدين؟ نعم. صار حكي ما شو اسمه، ما كنت بعرفه لرياض الأحمد. صار حكي إنه ممكن يكون معه مصاري. يعني هذا حجي، بيت حجي، شو اسمه؟ فراس؟ ايوه. هو حكاك فراس؟ لا لا، انه هذا ممكن يكون ما مصاري. نعم. فكرنا انه
نجيبهم من الأراضي السورية. تم اعتقاله. اعتقاله هو ولا هو في راس الحجي؟ أساس اثنين أتوقع. لا واحد. قال ينزل جثة إلى سيارة. وقال له لا. وقال له ما اتصلت. فهو نديم قال له زي ما هو ياسر. كانت مع مرته. نزلت على الحال. طلبت سيارة الأجار. قال لي في إنه عنده سيارة الأجار فاستأجرتها. قال لك كيف إنه شو عمل؟ إيه لا معلش أنا بيهمني شوية تفاصيل. المحل استأجرته شو اسمه؟ استأجرته مع السيارة. حتى الموضوع بالضبط معه. يعني أنا ضليت معه. تنزلوا كم درجة؟ لا طلعلك. طلعلك كم درجة؟ طيب شو نوع السيارة؟ نص. هوندا بس والله شو هي ما أتذكر. طيب غيرنا بيضا. طيب أدوس أجرت السيارة لو تعلم 250 عمانية هاي وقت متعب تعبي بنزل رحت أنا وياسر وزوجتي طلعنا بباص رقم 3 مشت حالي إلا نزلت بسوق باستئجار السيارة وقفت أنا في أول شارع ياسر دخل إلى محلين ثلاثة صار يسأل عن إيجار السيارة فقال لي مشي معي فذهبنا إلى محل طلع حكى هو وياه لمدة دقيقتين وما دالي اللي طلع فجلست في المحل فاتفق ياسر ريس المينة بس قبل ما أدخل على المحل قال لي ولا كلمة بتحكي ولا همسة مين قال يا ياسر يا سلمينة اللي ولا كلمة لا أنت ولا زوجتك قلت له ماشي دخلنا إلى المحل قال له بدي استأجر سيارة من عندك قال له أخوي مبارح تعا إني أنا أخو ومرت أخو يجوا من سوريا مبارح وحابب مشهورة شوي بتركيا بأنطاكيا كذا قال له إيه ما في مشكلة قال له شو عندك سيارة قال له عندي سيارة هيونداي فيرنا بيضاء قدام المحل تتذكر شو اسم صاحب محل السيارة؟ لا بس بعرف المحل تماما بس ما بتذكر شو اسمه محل طويل لا صغير طلع الدرج تمام طلع الدرج وصغير تمام واختاروا للمحل تحديدا لأنه كان عليه خلعة خضراء فهو مصيري فيجوز أنك تعمل العملية معه يحكي عربي يحكي عربي نعم دخلوا لجوا اتفق معه قال له ايه بأجرك السيارة قال له اعطيني جواز سفرك فشال ياسر عطاه جواز سفر لهاللحظة انا ما بعرف شو هو جواز السفر فتحوا الزلمة لجواز سفر فقرا اسم غير اسم ياسر انا عم حاول اتذكره بعتقد اسم مهند 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 بعتقد الاسم محمد مهند نحاس لا محمد نحاس يا مهند يا محمد ما بعرف نحاس تمام على الحكي محمد نحاس انه من الشام هو تمام هالحكي تذكر قلت له رياض قلت له انه انا يعني بعرف داعم ليبي انا اسمي داعم ليبي؟ نعم ابو عبد الله ونحن دورنا انه بدنا حدا بجبل نتعامل فبتفق انا وياه طبعا بعد بحكي كمان ما في راس نفس الحكي بصير كل واحد منهم بيحكي على الثاني انه يعني انا بقول له انه شفت واحد ثاني اسمه في راس ذاك بقول له انه شفته على الرياض بانه انا وانا احسن فلما قال لي انه لا رياض فاعتمدنا على رياض دقينا وكان في موعد بينه وبينه الساعة 9 كان 9 ونص بتذكر بالضبط فاجا طلعنا بالسيارة طلعنا بالسيارة صار بعد ما وصلنا لمنطقة كانت الروح انه عساس عند هذا او عبد الله او عند الليبي هذا الشيخ الليبي هنيك سيارة كلبشنا اخذتوه من المزرلة؟
ايه ما زال طلعتوه بسيارة عمار ولا بسيارة مستأجرينة؟ عمار ما عنده سيارة، سيارة مستأجرينة. مين كان عم يسوق؟ كان عم يسوق ياسر. أنا حسام كنا وراه. انتو مين؟ أنا وحسام. حسام؟ ايه. وعمر؟ حسام ولا عمر؟ لا أنا وحسام كنا وراه. نعم. كلبشنا صرنا نحكي معه لهجة نصيرية علوية عشان يفكر انه ورايح على منطقة علوية. كلبشتوه من اول ما طلعتوا من السيارة ولا بعد ما قطعتوا محطة البنزين؟ ما بتذكر سطيل محطة البنزين انا. ما عبيتوا بنزين السيارة؟ ما بتذكر. طيب كلبشتوه من اول ما طلعتوا من عند المزرنك ولا كلبشتوه بعد الحربيات؟ بعد لا قبل الحربيات منطقة ذكر عن كاستراد. طيب فهو فكر انه مين كان قاعد من قدام؟ ياسر. ياسر عم يسوق جنبه. جنبه كان عمر وانت وحسام من وراء. طبعا هو فكر انه نحن علوية نخطفه ونسلمه للنظام. هيك بالبدأ قلنا له يعني انه انت لا بصير فيك مثل هذا الضابط الاول ما شو اسمه هرموش. نعم. هو صار يقول انه انا ميال على الامور يعني انه كلبش خدناه على الحدود نظام ينزلناه على الحدود يعني نزل هو مشي مشي يعني. نزلتوه على الحدود وين عند التنور؟ من 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 المزار لك للتنور وين وقفتوا محطات؟ نزلتوا ببيت واحد؟ مزار لك للتنور؟ من المزار لك اول ما اخذته؟ ما بتذكر ما وقفنا، لا ما وقفنا. توقيف ما وقفنا اكيد. اللي قبل بساعتين من